اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده بنتجول داخل المطابخ العالميه انترناشونال، يعني بنروح على ايطاليا على فرنسا، احنا بمزاجنا معانا شيف شاطر، الاكله اللي نفسنا فيها بنخش اي مطبخ عالمي نجيبها نمصورها، يعني نعملها بالطريقه المصريه، تاخد الطعم المصري والجنسيه المصريه. ازاي؟ الفوكاشيا فطار غدا عشاء الطلاينة بياكلوه، ده العيش بتاعهم. يعملوه بقى بالسمسم، يعملوه بالروزماري، بالزعتر، بالدجاج، بالطماطم المجففه، ايا كان، هو في الاخر عجينه عباره عن دي زيت زيتون، الروزماري عاشق ليها، لازم عنوانها ده. اما بقيه التوبنج بتاعتها حسب رغبه كل اسره في ايطاليا. تعالوا نعمله على بعض النهارده بطريقتنا بسيطه سهله، ونعمل الفوكاشيا بالطماطم والروزماري بطريقه الشيف المغازي مع الزيتون الاخضر. نشوف نعملها مع بعض ازاي. وعلى فكره دي وجبه فطار لطيفه مع جبنه قريش بتاعتنا، يبقى الفطار مصري ايطالي. معانا النهارده التشيكن سوبريم، اكله برده مشهوره جدا في المطبخ الفرنسي. البطل فيها كريمه لباني وزبده ودقيق. الدجاج ازاي؟ ولكن الاكله دي حريصين كل الحرص ان الدجاج لازم ياخد لون مع الكريمه اللباني بتاعتنا، ما هو الزبده تبقى العلامه بتاعته سوبريم، ياخد طعم السوبريم الكريمه اللطيفه. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. العدل بتاعه عيش مقرمش، توست مقرمش حسب الرغبه. المشروب بتاعي النهارده مشروب صحي، مشروب الطاقه، مشروب التمر. انا سميته مثلج التمر بالحليب. التمر عندنا بيتجاب او ممكن يقعد فتره طويله، احنا بنجيبه بننقعه في شويه حليب وفي الاخر بنضربه في الخلاط مع شويه فانيليا مع شويه ثلج، بيبقى مشروب صحي ولطيف. المشروب ده طبعا بيغنينا وبيدينا في ليفر جميل جدا، وكمان للاطفال الحلوين والرياضيين. عايز نضيف عليه شويه لوز مطحونين، شويه عين جمل، تبقى انت بتزودي في الموضوع وبالتاكيد بيكون احسن من اللي انا هعمله. خلينا نطلع فاصل صغير لان عندي تفاصيل كتيره النهارده، وعندي عجينه فوكاشيا ولها تفاصيلها، وعايز التخمير الحلو وايه سر تخميرها وايه سر ان هي تكون نافشه معانا. الكلام ده هنشوفه بعد الفاصل، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لخط سر الحلقه بتاعتنا. الماتيريال بتاعنا حاجات بسيطه جدا. استاذن مخرجنا الجميل وفرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين، نستعرض الماتيريال عشان نتكلم ببساطه جدا. الشيف المغازي معروف عنه بساطه، سهوله، مرونه، بتودينا في حته تانية خالص اللي هي الرؤيه والفن والابداع. يعني مش لازم عشان اعمل سفره كبيره اكلف لي 5-6 آلاف جنيه مشتريات ولا 1000 جنيه خالص. معانا صدور فراخ احنا جايبين بزياده عشان العزومه عندنا النهارده كبيره، ومعانا عجينه الملفي قطعناها وسويناها في الفرن بالشكل ده كده، او انك تعمليها على ايدك، دقيق وزبده. معانا شويه زيتون الاخضر والاسود منه، وكمان معانا طماطم شيرو صغيره. عندك طماطم العاديه مفيش مشكله، بس هي الصوره عايزه كده. وجبنه موزاريلا وذره صفراء مستردة، معجون طماطم، زبده، بقدونس، طماطم وفلفل. اما التمر بتاعنا منقوع في الحليب. انا بس حابب استعرض الماتيريال علشان لما نخش مطبخ من المطابخ العالميه يقول لك بقى يعني سن السكينه بقى وجيبي على الجواز شنجل والجو ده خالص، وانت قاعده في مصر من الدنيا زي الباشا كده، بتفتحي بتشوف القناه الاولى بتعملي اي اكله نفسك فيها، هي دي البساطه والسهوله. هعمل الفوكاشيا، اخواننا الطلاينه شطار في عمايلها قوي، ما بنعرفش نفصل بينها وبين الكيكه الاسفنجيه. مقاديرها على الشاشه، فوكاشيا بالطماطم والزيتون عباره عن 4 كوب من الدقيق، بياخدوا من الزيت الزيتون نص كوب، روزماري، طماطم، خميره فوريه، بيكنج باودر، بيضه بنخفقها جيدا مع الزيت ونقلبها مع العجينه، يا اما نعجنها بمقدار ميه دافيه يا اما بحليب، عايزاها دسمه حط عليها حليب. الطلاينه بيعجنوها بيا مغازي بالميه الدافيه. حلو الكلام. معانا الروزماري بقى بتاعنا ده اساسي فيها، تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. حلو قوي. عشان اعجن العجينه دي وتاخد مرحله التخمير هنقعد للصبح ولا هيكفينا 3 ساعات للامانه. يعني رقم 1 هنعجن العجينه، وبعد ما نعجنها تتخمر، وبعد ما تتخمر نفرتها في قلب الصينيه، وعشان تطلع بالشكل اللي باين على الشاشه قدام حضراتكم والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، محتاج من الطايم تقريبا ساعه الا ربع عشان تاخد مرحله التخمير اللي حضراتكم شايفينها دي كده. لازم اوصل لمرحله التخمير دي، تعلق الصينيه اهي، شايفين العجينه عامله ازاي اهي. بنحط زيت زيتون وبنفرد العجينه وتكون معانا بالشكل ده كده. حلو الكلام.
حلو الكلام. اعمل ايه يا شيف؟ باجي كده في الاطراف وباصابع ايدي كده بعمل الحركه الجريئه دي. تاني. فوكاشيا، صينيه الفوكاشيا. كل مطبخ في العالم مشهور بحاجات لطيفه وجميله. طلعنا مشهورين بالفوكاشيا والباستا، الفرنساويين شوربه البصل والتشيكن سوبريم اللي هعمله دلوقتي، اخواننا الالمان الطيبين الحلوين مشهورين بالبايلا. ليا صديق اسمه عبد الله في المانيا كلمني مكالمه تليفون، قال لي مغازل، قلت له نعم، قال لي انا بحبك هنا وبتابعك على القناه الفضائيه. طبعا القناه الفضائيه متشافه عنده. قال لي نفسي اكل بايلا من ايدك بطريقه سهله، باكلها في المطاعم هنا بحس ان هي ملخبطه كده وصعبه في عمايلها. انت معروف عنك البساطه والسهوله، فدي شهاده المانيه انا افتخر بيها، فاعملها لك يا عم عبد الله ان شاء الله. خدنا العجينه اللطيفه عملناها بالشكل ده كده، شايفين الاخرام اللي موجوده ديت؟ انا عايز الشكل ده. تاني. حلوه قوي. الاطراف عايزها كده، الاطراف دي انا عايزها كده، انا بحب الطرف ده مقرمش كده. هحط عليه دلوقتي زيت زيتون وروزماري ويبقى مقرمش ومحمص. هنقول هنشوف نعمله مع بعض ازاي. هخلي العجينه دي على جنب. حلوه قوي، تمام. تاني مقادير العجينه شفناها على الشاشه، 4 كوبايات من الدقيق. انا عارف كله دلوقتي عايز يسال العجينه دي اتعملت ازاي عشان نوصل للشكل اللي هي خلايا النحل دي. حلوه قوي. تاني 4 كوبايات من الدقيق، بياخدوا معلقه خميره فوريه، بياخدوا معلقه سكر، ونحط السكر على الخميره عشان نشوف الخميره بفعل بصحه وعافيه ولا لا. فاره الخميره مع السكر تبقى الخميره بعافيه مش مركونه واخده رطوبه. بعدين بنقلبهم مع العجينه بزيت الزيتون ونحط رشه ملح صغيره مع التقليب. بنخدم على العجينه يا اما بميه دافيه يا اما بحليب اختياري، دي عجينه بميه دافيه. وبعد كده بنسيبها تتخمر مرحله اولى، المرحله الثانيه بنحطها في صينيه ونفرتها ونسيبها ساعه زمن عشان نوصل للشكل ده، بقالنا ساعتين فيها. حلو الكلام؟ انا صريح وواضح. تعالوا مع بعض نعمل الحشوه. عايزها بايه يا شيف؟ بالدجاج ولا بالجمبري؟ بالطماطم الشير الصغيره الحلوه دي كده والزيتون زي ما احنا حابين، دي طماطم شيره اهي زي الفل. تمام. بناخد من الزيتون، عندنا زيتون بيتباع عند البقال نوعين من الزيتون، زيتون بتلاقي فيه نوايا وزيتون بتلاقي فيه جزرايه من جوه. تجيب الزيتون اللي جواه جزرايه بدل النوى. عشان النوى ما ينفعش هنا. هناخد الزيتون ده كده اللي فيه الجزر ده كده ونطحها كده. دي بقى عملتيها بتقعد عندك اسبوع في البيت في المطبخ، يعني الاولاد ياكلوا منها كانها كيكه. بس طبعا ايه؟ من الحوادق يعني. من مدرسه الحوادق. الزيتونه بقطعها نصين كده عشان يبان جمالها من جوه. ما لقيتيش الزيتون ده هاتي زيتون خالي النوى مفيش مشكله، بس يفضل الاخضر. وعلى فكره دي بتريحك الصبح، ولادك رايحين على المدرسه بياخدوا شريحه منها لطيفه حلوه مع علبه زبادي تبقى اتعشت مع كوبايه شاي، كوبايه عصير من اللي هعمله دلوقتي، عصير التمر باللبن، الروزماري ينزل على الخلطه دي كده. لازم فوكاشيا يعني حاجتين، روزماري وزيت زيتون عشان نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي. والروزماري يتغسل، ما تجيبوش من عند الراجل الفكهاني وتحطيه وخلاص، تنعفي شويه ميه حلوين كده عشان الاتربه ويبقى نضيف معانا. خلي بالك ما تقوليش البقدونس لا خالص، هو لازم يتغسل. ميه ساقعه تحطيه في الثلاجه تستخدميه وقت ما انت حابه. ده الروزماري عليها. حلو قوي. معانا زيتون اسود كده، الجمال في ثمار الزيتون الاسود. شويه بقدونس. ايه اللي بتعمله ده؟ دي طبخه ولا فوكاشه دي؟ ما اصبر على رزقك يا حاج، الله يرضى عليك. فص توم محترم، توم ني، اوعى تحط توم باودر ملوش مكان بينا. معانا زعتر بري، بفرح لما اشوفه عند الراجل الفكهاني. والله العظيم اول حاجه بجي على طول اديني حاجة طبقين منهم واخليهم عندي في المطبخ، نشف هستخدمه وهو طري هستخدمه، فكده شغال وكده شغال. ادي الزعتر. حلو. بصلايه مفرومه الناعمه. حلوه. ونغرق كل ده يا عم الشيف زيت زيتون. انا عارف بتقولي في سرك دلوقتي زيت زيتون. كتير يعني.
لغايه لما المخرج يقول لي بس، ما قلتليش بس زيت الزيتون هيوصل لغايه عندك وانت قاعد في الكنترول. هحط يعني احط اهو كفايه بقى يا عم، قول لي كفايه بقى اهو. حلو؟ رشه ملح صغيره وترفع ايدك من الملح لان الزيتون ملح هنا، مش هحط ملح، فلفل اسود كده عشان الطماطم اللي موجوده هنا دي كده يبقى لها طعم. ونقلب الخلطه دي يا مغازي كلها مع بعضيها ونشوف هنحطها ازاي على عجينه الفوكاشيا. بابريكا، بابريكا اللي انا حطيتها دي، انت عارف ايدي على طول بتروح على البابريكا. تاني ايه تاني يا شيف؟ ده هو ده طماطم شير صغيره. عندك طماطم مجففه البرطمان قد كده بيعمل له 50 60 جنيه مش عارف ليه، منقوعه في زيت زيتون. وليه ده؟ كنت ما عندنا الطماطم زي الفل اهي ماشي. طماطم شيري كنا زمان بنتصور جنبيها كده فوتوسيشن طماطم شيري. دلوقتي عند الفكهاني عند البقال في السوبر ماركت المشروم الافوكاتو الحمد لله كل حاجه موجوده باسعار متفاوته. اللي عايز بيلاقيها، اهم حاجه ان هي موجوده. ناخد الحشوه دي يا عم الشيف. وانا بحطها كده اضغط بيدي، خلي بالك. الضغطه دي مهمه مكان ما ايه؟ ما حطيت صوابع ايدي في العجينه. لا فاروق فطير مشلتت يا عم، انت بتهزر؟ ايه اللي جاب ده لده يا عم؟ ده فطير مشلتت ده موضوع بقى، ما تغلطش عشان الناس في الصعيد دلوقتي بيشوفونا والريف المصري. الله العظيم عيب، دي فطيره فوكاشيا طرياني، انما الفطير المشلتت ده حاجه ثانيه، ده العمده بتاعنا. حاضر يا فندم. وطبعا هدخلها الفرن، ما انا هجيبها عندك يعني، ده الطبيعي يعني. ايه اللي دخلها الفرن ونطلع فاصل؟ ماشي حبيبي حبيب والدك، لسه احط زيت زيتون ما تقلقش. دي بص البطل فيها زيت الزيتون. زي ما هي، انا عايزك تدلعها على الشاشه كده، عايزه تتكلم مصري. اي نعم الطلاينه بيعملوها شطار في عمايلها زي ما احنا شطار في الفطير المشلتت، هم شطار كمان في الفوكاشيا، بس دي لازم على الشاشه تاخد حقها عشان ما ازعلش. عشان انا تعبان في العجينه دي بصراحه يعني. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنغرقها زيت زيتون ونحط على اطراف العجينه زيت زيتون، خلي بالك. بسم الله الرحمن الرحيم، لان العجينه تشرب زيت الزيتون ده. دي تتميز بالروزماري وزيت الزيتون عشان ما نزعلش من بعض. ولا هتشوفي له اثر بعد كده. عامله زي الكبه بالصينيه اخواننا السوريين واللبنانيين، السوريين اكتر حد يعملوها. كبه بالصينيه يعني برغل، يعني هبره، يعني بصلايه، يعني شويه قرفه، تتعجن العجينه وبعد كده نعملها بالصينيه. دي في درجه حراره الفرن عندي كام؟ 180. تصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب، تتحط في ارضيه الفرن. دي الفوكاشه، بص عليها نظره الوداع. ايه ده؟ تتكلم مصري بمكوناتها كلها. اقفل يا سمسم، هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير. بعد الفاصل هنرجع نشوف مع بعض اللي تشيكن سوبريم على فرنسا. في اجمل من كده؟ ما بين البلد والبلد هسه هي كلمة. هنطلع فاصل نلاقي نفسنا في فرنسا. قبل الفاصل احنا فين؟ في ايطاليا. هتروحوا بعيد تقعدوا بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي انا فين؟ فرنسا. كنت قبل الفاصل في ايطاليا. النهارده مع بعض دلوقتي هنعمل مع بعض التشيكن سوبريم بطريقه بسيطه وسهله على الطريقه المصريه، والمطبخ طبعا جذوره وطعمه فرنسي. البعض بيحط له بقى خل بلسمك والحاجات اللي احنا مالناش فيها دي، طبعا حضراتكم عارفينها، ولكن عايز اعمله بطريقه بسيطه وسهله. ما يديله على الشاشه صدور فراخ موجوده عند السوبر ماركت، معانا كريمه لباني، مفيش كريمه لباني بديل ليها حليب وشويه نشا. انا ببسط لك الموضوع، بس لازم كريمه لباني عشان سوبريم. ومعانا زبده وحليب ومعلقه دقيق محترمه كده وفص توم ني او توم طازه يعني، ومعلقه مستارده في المقادير وملح وفلفل وزعتر. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. روزماري، زيت زيتون، شويه زعتر، ثوم مفروم ني طازه، ما انا عايز اهتم بالتتبيله لان الشيكن سوبريم السر مكان تسويه الفراخ. تاني اهتم بالتتبيله
لان السر مكان تسوية الفراخ في الطاسة، والطاسة جابت الخلاصة. يعني بالاخر يعني ايه؟ يعني مكان ما احمر الفراخ هعمل الصوص بتاع السوبريم، عشان تبقوا عارفين. هنحط مستردة، من هنا الطعم هيجي، اللي هو مكان تحمير الفراخ. هناخد مستردة. مستردة وتوم وشوية زعتر وروزماري، عصرة ليمون. حلو قوي. وتركاتي المغازل المعتادة بطرف السكينة كده، دول نشا. يعني نقدر نقول معلقة شاي مش معلقة أكل. ومعانا شوية دقيق جنبينا، والملح بتاعنا والفلفل الأسود بتاعنا. تاني حطيت ايه يا شيف؟ زيت زيتون، روزماري، زعتر، توم، مستردة، عصرة ليمون. بقى عندي خليط لطيف وجميل له قوامه، هنشوفه مع بعض دلوقتي وانا بقلب. زي ما هو كده. هعمل ايه؟ اللهم صل على النبي. حلو قوي. عندي الفراخ زي الفل. الفراخ دي بتجيبيها من عند الراجل بتاع الفراخ الفرارجي، بتغسليها وهي زي ما هي كده. نحطها هنا كده عشان حضراتكم تشوفوا الدنيا، وما تعمليش فيها اي حاجه خالص زي ما هي. ده الموزه دي انا عايزها، خليها كده تحت الايه؟ الصدر بتاعها. زي الفل. واشيل ده من هنا كده واوسع الدنيا دي كده. مهم جدا الخطوه اللي هعملها دلوقتي، عشان لما تعملي الفراخ دي الفرنسويين ما يضحكوش علينا. هو عمرهم ما يضحكوا علينا طبعا، يعني ما تقولكش ايه مثلا مش واخده الطعم، مش شكل ما باكلها في المطبخ الفرنسي وهكذا. خلي بالك لازم تعمليها طبعا احسن. هنعمل ايه؟ هناخد الفراخ زي ما هي كده يا ابو غازي، ونحطها في الدقيق ده، وناخدها من الدقيق كده زي ما انا بشغال بيها كده، زي ما هي كده. واحطها فين؟ في الخلطه دي، ونخليها على جنب تاني. في الدقيق والخلطه دي تاني. الدقيق سمعك والخلطه دي. حلو الكلام. تاني رابع بقى. دي صدر فرخه حلو كده. ينفع، بيقول لي ينفع نعملها بالديك الرومي؟ ينفع، بس يعني لازم ما نجيب صدور الفراخ الحلوه دي كده. بس لازم نسال يعني. هناخد صدر الفرخه كده اهو. شفت انا بعمل ايه بقى؟ زي ما هو كده. على فين؟ على فين؟ هنا. تاني. المخرج بقى بيقول لي ايه؟ معلقه النشا اللي انت حطيتها دي فايدتها ايه بقى يا شيف؟ دي بقى بص يا باشا، دي مش هتتكلم ولا تعرف فايدتها الا لما تدوق الفراخ دي وتحس بالقرمشه تحت اسنانك وانت بتاكل تشيكن سوبريم عايم وغرقان مع الكريمه بتاعته في قلب الصلصه بتاعته. البعض بيحط معاها مشروم، تشيكن سوبريم بالمشروم، التشيكن سوبريم بالذره. احنا معانا ذره، الناس بتعملها بمشروم، انا اعملها بالايه؟ بالذره. الله، لسه ما خلصتش. في مكان، في مكان للحلوين. زي الفل. واخد شويه دقيق صغيرين كده عشان اخلص، واقلبهم هنا واشيل ده من هنا. اللهم صل على النبي. شوفي بقى المطبخ لما بنقول الرؤيه والفن والابداع مش من فراغ. يا نعم، حاضر عينيا. مهم جدا التركية اللي انا بعملها في تفاصيل الحلقه بتاعتي انك انت تتعلمي حاجات كتير قوي. زي ما قلت في البدايه، التتبيله اللي انا هتبل بيها الفراخ لها دور كبير في طعم السوبريم بتاعي. معانا حليب، عينيا، معانا حليب ومكان تتبيله الفراخ. حطيت شويه دقيق صغيرين، بحط شويه حليب كده واقلبهم واخليهم على جنب. هو ده المطبخ. حلو، بس خلاص زي الفل تمام.
وعلى البلانشه بتاعتي والدنيا رايقه وزي الفل. انا النهارده بتدلع، مفيش شغل عندي، لا محمر ولا مشمر، يعني دنيا لطيفه وسهله. حلو، بص ناخد بعضينا ونروح الفرن كده، ايه رايكم؟ الفوكاشيا بتناديني، اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ لسه يا طيب. ناخد الشبكه دي كده عشان دي نظبط النار عليها. تشوفوها قبل ما اقلبها اهي. الله، اهي بص لي عليها بصه كده حبيبي، انا عارف اهي. شفت زيت الزيتون؟ سامعين الصوت بتاع العجينه؟ شايفين الاطراف حلوه ازاي؟ سر العجينه دي التخمير بتاعها والتسويه. هناخدها زي ما هي كده، اللهم صل على النبي. ابا لا، مش تاخد جبنه دي خالص والله. بص، البعض بيحط عليها جبنه بارميزان مبشوره، انا مش هحط. حلو، اخبار الفراخ ايه؟ نبص عليها كده. ايه الحلاوه دي؟ شفت الاحمرار ده؟ شفت الاحمرار ده؟ هويه دي معلقه النشا، شايفه اللون ده؟ شايفه الجمال الذهبي ده؟ سيبها تاني تحمر. حلوه قوي، ونخلي الخلطه دي جنبينا، والكريمه اللباني دي جنبينا، والزبده دي جنبينا. هو ده السوبريم. تاني، مكان تحمير الفراخ مهم جدا اهتم بيه. معانا زبده ومعانا كريمه لباني عشان نقدم التشيكن سوبريم ده. بيكون معانا عجينه، العجينه دي عباره عن عجينه الملفي. تشتري باكو عجينه بتقطعيها بالشكل ده كده وبتخبزها في الفرن. بتجيب صفار بيضه بتحط عليه شويه حليب وبتتيناها بالفرشه، بيبقى معانا بالشكل ده كده. شفت ازاي؟ زي الفل. ده التشيكن سوبريم. هيتغرف طبعا هنا زي بقى المطبخ الفرنساوي انتوا عارفين، والبعض بيعملها كده عشان برضو الاشكال الهندسيه اللي بتحبوها، عشان نبقوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي. بنجيب سكينه، الدلع كله هنا. ونعمل حاجه حلوه كده اهي. روح على مطبخ فرنسي وكل الطبق ده كده، تدفع مثلا تقريبا 50 دولار. تحط الحشوه بتاعتنا للتشيكن سوبريم هنا وتغطيها. دي الافكار البسيطه. جيبوا لي الشكل ده يا شيخ. هو ده، ده انا عايز دي، عايز دي، عايز دي. شيها من جوه وتقفليها بالكفر بتاعها. نعمل كذا واحده من دول احنا مع بعض، نجيب طبق التقديم. حلو قوي، والفراخ عندي بتستوي. انا مخلص النهارده، خلي بالك ما تستعجلش عليا، لان معانا العصير اللي هو عصير التمر، والفوكاشيا هنطلعها من الفرن طبعا، مش هنيجي جنبها غير لما تبرد. عامله زي عجينه البسبوسه كده، تبرد وبعدين نقطعها. بس انا عايز اغرف الطبق ده بمزاج. اللهم صل على النبي. يا ويلي، حلو قوي. ممكن في بعض المحلات البيكري يعني بيديك العجين ده او الخبزه دي مخبوزه وجاهزه، بيستخدموها لام علي. برضو انا بوفر عليك وقت ومجهود، بيخبزوها لام علي، انت جيبيها عادي استخدميها، مفيش اي مشكله. مفيش حد احسن من حد. المصري بيعمل المستحيل، خلي بالك الابداع كله. روحي بقى على مطعم تلاقيه بقى عامل لك فيها فيلسوف مطابخ الفرنسيه وبيخترع الذره. ده شكل. شكل تاني اللي انا فتحت العجينه كلها مع بعضيها. زي ما تحب انا معاك. المخرج بيقول لها نحشي، بتحشي ورق عنب؟ يعني هقول لك مطبخ فرنسي
مطبخ طلياني وانا في فرنسا والحمد لله على السلامه ومن غير شنجن ولا تذكره طيران بقعدك في البلد اللي انت حبيبها. في الاخر تقول لي نحشي؟ حاسس ان انا جايب حله كرومب واحشيها. اضحكوا ها؟ اه والله العظيم بيقول لي نحشي ولا نكمل بعد الفصل. طيب علشان مخرجنا ما يزعلش الفراخ لازم تستوي طبعا لان احنا دلوقتي هنقلبها ونحطها في الفرن تستوي. هنطلع بعد الفاصل نشوف الفوكاشيا نطلعها والفراخ اللي دخلها الفرن. اوعى تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وكل ما اعمل حاجه معاكم مخرج شاطر يقول لي خلينا مع الساده المشاهدين كان انا يعني العدو دلوقتي. خلينا مع الساده المشاهدين يا عم عايز اطلع الفوكاشه هتتحرق. قال لي خلينا عايز ابص عليها وهي في الفرن. حاضر يا فندم. اهي بص على الفوكاشه مش حرمك من حاجه انا. شوف التفاصيل الطماطم الشيري بتاعتنا روزماري زيتون اخضر حابه تحط دجاج اختياري حابه تحط جمبري اختياري حابه تحط سجق بلدي اختياري حابه تحط مجانك اختياري. طلعها ولا لسه؟ طلعها اهي. اللهم صل على النبي. ابا الله الله تقول لي طلينا هيلفوها كده الطلينا. صدور الفراخ هتجيب ايه ولا ايه؟ اهو كاميرا تطلع من ايطاليا خش على فرنسا. حلو تعالوا مع بعض نشوف موضوع السوبريم وصل لفين. طاسة وانا في الفاصل خدت الفراخ منها فمعايا المساعدين بتوعي جمال واخد الطاسة وبيجري. ما هيبقى احنا معانا دقيقتين فاصل فجبته من اخر بتاع الطرق. تعالى تعالى مصر كلها مستنيه شوف المغازي هيعمل ايه مع الطاسة دي. مكان تحمير الفراخ في زبدة في زيت زيتون في الفليفر والتوابل على النار كده وباخد الحليب مع معلقات الدقيق اللي دوبتهم مع بقيه الخلطه بنزل بهم هنا كده. ده السوبريم مدرسه لوحده. وقلب بقى حلو الكلام. حلو الكلام زي الفل. نقلب كده بس توصل لمرحله الغليان. معايا كريمه لباني ومعايا مكعبين من الزبده. الاكله دي شقيه شويه فيها شغل فيها خبرة طهوية. لازم الصوص ما يفرطش منك يبقى له قوامه اللطيف الحلو ما يجمدش بعد ما تطلعيه من النار. اجي اسخنه الخبرة الطهوية بتقول ايه؟ عايز اسخن السوبريم ده وباقي عندنا والاولاد عايزين ياكلوه اعمل فيها شيف. حلو قوي زي ما هو كده. بتسخني طاسة وتحط فيها شوية مية بيغلوا او شوية حليب مع مكعب زبدة. شفت الحليب بيغلي مع مكعب الزبدة؟ بتاخد السوبريم ده بالدجاج بكله تحطيه في قلب الطاسه وتغطيها يتبخر الحليب مع الزبده ويساعد لك على التسخين ويطلع معاك كانك عاملاه طازه. شفت القوام بيطلع ازاي؟ هنشوفه دلوقتي مع بعض واحنا شغالين قبل ما احط الكريمه اللباني. نبص عليه نبص عليه. اللهم صل على النبي. بص القوام بتاع السوبريم. شفت ازاي؟ حط الكريمه اللباني. اللهم صل على النبي. كلها ممكن نحط بقى مشروم نحط ذره اختياري حسب الرغبه. الطعم هنا بقى انا عاشق للمستردة مع الزبده والكريمه اللباني. الثلاثي ده لو ركب مع بعضه زبده كريمه لباني مستردة بياخدنا المدرسه تايهه عن بالنا قوي والله العظيم. عشان نقول لحضراتكم نرجع للريف المصري والصعيد المصري هو الاساس. طعم المرته اللي احنا افتقدناه. المرته عارفينها دي مشهوره في الريف المصري والصعيد المصري. جربي كده حطي زبده مع مستردة مع كريمه لباني يغلوا على النار نوصل لمرحله التعتيق يعني تخليها على النار شويه دوقيها هتاخدك مش هتوصل طبعا لطعم المرته بس هي نفس السكه اللي هي المرته طعمها الجميل. بحطها مع برام رز بحطها مع الفطاير بحطها مع المعجنات بحطها مع اللحمه. دي مش موجوده دلوقتي. دي ام الله يرحمها دي كانت شاطره فيها قوي رحمه الله عليها. وعلى كل موتانا ان شاء الله. شايف الكريمه اللبانه اهي
شفت القوام ده كده؟ هو ده. زي الفل يا عم الشيف. عايز تعملها بالذره ولا المشروم يا حاج؟ زي ما انت عايز. معانا ده ومعانا ده. لا معناش مشروم للامانه. طلع الفراخ من النار. يلا زي الفل. ايه الاخبار؟ اوه اللي تشيكن سوبريم، اسم بندفع فيه كتير قوي. الله. دول عايزهم انا؟ نعم. مش لازم والله العيش ده، مش لازم يعني. انا بس ده يعني انا بجود شويه على شاشه بقى، وصوره حلوه وتاريخ بيتسجل وذكريات، فبجيب الحاجه بقى علشان ايه؟ ونصرف. محدش حرمنا من حاجه. ولكن لو مش موجود الخبز ده او العيش ده او الفطاير دي، مفيش اي مشكله خالص. خلي بالك هتاكلي تشيكن سوبريم مع طبق مكرونه سباكيتي، جنان. سوبريم مع رز ابيض، جنان. زي ما انت عايزه. خلي بالك. يعني لو ده مش موجود مش معضله زي ما بيقولوا يعني. طلع صدور الفراخ مع سكينه حاميه. الله الله عليك يا عم الشيف. ونحط الطبق ده كده هنا، دي مكانها حلوه كده يا شباب. ناخد ده هنا كده. حلوه. ناخد الصدر ده كده. زي الفل. بنحطه هنا كده. ممكن نحطه مع الصوص بتاعنا، ياخد غلوة على النار زي ما انت عايزة، مفيش مشكلة. شايف اللون ده؟ شايف الكرملة دي؟ حلو. زي ما هو كده حط هنا. نحط عليه الصوص دلوقتي. ولكن ايه الصح يا شيف؟ الصح انه ياخد غلوه مع الصوص. يتقدم كده وتحط عليه الصوص. حسب الرغبه، بس لازم الكرمله دي تكون موجوده. الكرمله دي جت منين يا شيف؟ جت من معلقه النشا اللي انا حطيتها في التتبيله خالص في البدايه. خلي بالك دي مش هيعمل كده. اشيلها كده بالسكينه. على فين؟ على فين؟ لا لسه بدري. بقول لي هتهنى هنا في الكنترول. وزع كده زي الفل. معايا واحد تاني اهو. اوعى تقطيع. سكينتك حاميه. خدتهم زي ما هما كده. على فين يا شيف؟ هنا. دول ما يترموش. حلو قوي. ناخد الصوص بتاعنا اللطيف الحلو. شيل ده من هنا، مش عايزها. عايزها بالذره، نحط ذره. عايزها بالمشروم، نحط مشروم. طبق حلو. ولادك لما يشوفوها يصوروه بالتليفون ويتصوروا معاها سيلفي الطبق ده كده، لان احنا طبعا وفرنا عليهم تذكره طيران، تاشيره بناخدها بالطابور، شنجل ناخدها ولا ما ناخدهاش، وقاعدين في مصر من الدنيا زي الفل. بنشوف القناة الأولى أهو. أكلة لطيفة وحلوة. ناخد الصوص بتاعنا ده كده. شفت القوام الحلو ده؟ يلا يلا العب. هو ده. إيه الجمال ده شيء؟ إيه الحلاوة دي؟ ده التشيكن سوبريم بتاعنا، ممكن من المطبخ الفرنسي. الأكلة بتقول كده. تاريخها بيقول كده. ولكن اللي عاملها مصري بخف الدم، مصريه فوكاشيا عملناها. طلينا ما يعرفوش حاجه عنها، عملناها بخف الدم المصري. زي الفل. تمام. كل اللي هعمله دلوقتي اشيل الكفر ده كده. الله عليك الله عليك وعلى والديك. ألف هنا وشفا للي ياكل. الطبق بتاعنا كده لطيف وفل. شوية ريحان كده أو بقدونس مفيش مشكلة، هيأدي الغرض. قرن فلفل حلو كده. الشغل بتاع الشيف بقى، البرزنتيشن بيقولوا عليه.
الصورة الحلوة دايما تتحدث عن نفسها على القناة الأولى. معانا زيتون حلو تحبيش بقى تعرفها بقى شوصيك. لا ما لوش علاقة بتنجان مخلل ده مع الكشك ده ما ينفعش معاه بتنجان مخلل خالص يا فاروق. كشك بتنجان مخلل ده عايز شوية كشك شوية ملوخية بالأرانب ألف أنا وشيل دي من هنا. طبق لوحة فنية زي الفل تمام. تعالوا نعمل مع بعض عصير الطاقة. عصير قيمته الغذائية عالية جدا. ايه محتوياته؟ تلج، تمر منقوع في الحليب، وحليب، سكر انا مش هحط، عسل انا مش هحط للأمانة. انت عايزة مفيش مشكلة حسب الرغبة. ليه؟ التمر بتاعنا ومنتجتنا من البلح والتمر في سينا والواحات مش محتاجة سكر. والمقادير على الشاشة. ونطفي النار يا عم الشيف عشان الفاتورة. تعمل بقى مطبخ طلياني مكسيكي صيني يا عم الحاج إلا التبذير. نطفي النار خالص بس كده تمام زي الفل. تعالوا نعمل عصير مع بعض. أنا عايزك كده برضو في المطبخ. مية مفتوحة على الفاضي دخلت بنتك تساعدك في المطبخ. بيعملوا كده البنات الصغيرين. تفتح المية وفرحانة بصوت المية. أغادير المية. الولد الصغير اقفل المية. نور ملوش لازمة اقفلوا النور. غاز مولع على الفاضي ملوش لازمة اقفليه. تخسر حاجة هتوفر على الأقل تلاقي مصروف وتلاقي فلوس تشتري اكسسوارات مطبخ تعملي حاجة حلوة تطوري من مطبخك. كل ده هناخد التلج ناخد التمر بتاعنا المنقوع في الحليب ناخد شوية الفانيليا ونعمل العصير الحلو ده مع بعض كده واحنا واقفين ونجيب الكاسات بتاعة الجيران والقرايب عشان نوزع منه على الحبايب. اللهم صل على النبي. عايزه تستفيدي بالتمر وعندك البلح ده بقاله وقت كبير وحاسه ان هو قاسي وناشف على اسنان زوجك واولادك وحماتك وماما تنقعيه في حليب من بالليل. تصحي الصبح تلاقيه طري وزي الفل تضربيه في الخلاط. نعم. ما هو في حاجات في رمضان انا معاك بس يعني لازم استنى رمضان الشهر الكريم عشان ادخل اشرب المشروب ده. ايه المشكله لما اعمل شويه قراصيه مع لحمه شويه بلح الشام؟ ايه المشكله؟ ولا هي الحلويات دي بس ورمضان؟ هي في رمضان معموله ليه؟ عشان يبقوا طول النهار مش واكلين وعزايم وحاجات. انما مفيش مانع لما نعمل المشروب ده. ده الحليب نازل مع التلج يتناغم. شويه فانيليا زي الفل تمام. بعد كل ده يقول لي بدقيقتين وثلاث دقايق. عم ده انا قبل ما نطلع الهوا شارب قهوه وشاي بنعناع ومدلعك. عايز ثلاث دقايق زياده يا فاروق؟ حاضر يا شيف. التمر ده ينزل كده. ده كتير. ناخد الحليب اللي نزل معاه. مش هحط عسل ولا سكر. هكتفي بالسكريات اللي موجوده في التمر. وفي قلب الخلاط يا مغازي يلا. شكرا شكرا يا حبيبي شكرا يا غالي. ده صديقي دايما. انا بعتبر حته الاكسسوار في المطبخ خلاط عجانه مضرب سكينه بلانشه صديقه الشيف صديقتك انت كمان لان هي اللي واقفه معاك في المطبخ. الناس اللي تعرفها فين؟ ولا حد. بعد كده ياكلوا على الجاهز. مين الونيس بتاعك؟ خلاط حلو زي ده كده. مين الونيس بتاعك؟ عجانه حلو. شايف التمر؟ الله ده مشروب صحي جميل واحنا كلنا عارفين فوائد التمر مش محتاجين نتكلم عنه. مش عارفة معاك تليفون في ايدك ما تضيعيش وقتك. كبسة زر يعني كبسة ايد زي ما بيقولوا السوريين هتعرفي فوائد التمر. اقعدي ذاكري فيها للصبح. حلو الكلام؟ وانواع واشكال. مطبخنا على شاشة القناة الاولى. بساطة سهولة ومرونة والماتيريال بتاعنا في متناول الجميع.
ولكن بالخبرة الطهوية والعلمية والفنية قدرنا مع شيف شاطر نتجول كل دول العالم من إيطاليا لفرنسا للصعيد الجميل والريف المصري الجميل والمرتة اللي هي عبارة عن زبدة ومستردة وكريمة لباني اللي هي شفناها في الصور كريم مع الدجاج في طبق فرنسي. عرفنا أن مصر هي الأصل. رؤية فن إبداع كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.